يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يغنى من دعا ورجاك، يا رب هذا العصر ألحد عندما سخرت يا ربي له دنياك، علمته من علمك النووي ما علمته فإذا به عاداك، ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاك، واغتر حتى ظن أن الكون في يمنى بني الإنسان لا يمناك، أوما درى الإنسان أنك لو أردت لظلت الذرات في مخباك، لو شئت يا ربي هوى صاروخه أو لو أردت لما استطاع حراك، يا أيها الإنسان مهلا واتئد واشكر لربك فضل ما أولاك،